السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم في فيتو مانجا وان بيس. لذلك خلونا نبدأ. فريق الإثارة والمتعة والتشويق، نعم اجتمعنا لنعرف سر الطريق. طبعا احنا اليوم اول ايام العيد وقاعدين نصور هذه الحلقة، فلذلك تشوفون كذا يعني نص من اعضاء الفريق كذا مطشرين، تعرفوا انهم من بعد الغيبوبه. بعد الغيبوبه اي بعد الغيبوبه، فلو يعني شفتوا جليتش ولا شفتوا كذا اي اخطاء استروا على ما وجدت، حتى لو واحد اغمى عليه بالتصوير. اي شفت واحد داب كذا ابد، لا حد يدقق يا عيال، خلونا الوضع ريلاكس، احنا همشي الحلقه دي تنزل لكم. والله صراحه ما قصروا شباب ايضا، يعني قاموا من نومهم واللي كان معاها لو جاء عشانكم انتوا، لكم تستاهلون متابعينا في كل مكان. واخر فصل صدر يا ماجد قبل هذه الحلقه وش كان؟ 980. قال الاول لك يا معاذ ويقول كاد اتضح ان شخص يحبونه طاقمه ويبين احترامهم، ما تشوف انخدعنا وكنا نفكره طائش، بس طلع قيادي ممكن صحيح انه تفاوض مع شانكس وما صار بينهم قتال. بس ماجد الله ميري سلمك. لا شوف، حتى في 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 اسلوبه مع طاقمه اعتمد على القوه، يعني قال حق ذلك اللي بيفوز ياخذ منصب من الكوارث، وهل عندكم اعتراض؟ يعني كل شيء عنده بالقوه، ما في شيء اسمه حبيه ما صداقه، لا لا، اللي اقوى هو اللي يستحق، وهذا النظام عنده من البدايه. احنا قام نتكلم عن هذا، لحظه هذا طاقمه اتباعه، يعني اللي تحته المفروض انه يعاملهم مثل عياله زي الوايت بيرد او النكمه مثل شانكس، لا هو يعتبرهم انتم. وحتى يعني بكاء على دفلامينجو صح على شيء، قال تستحق انك ضعيف، يعني البقاء للاقوى، نظام عند البقاء للاقوى وبس، نظام الغاب، فهذا النظام كايدو وهذا في اتباعه، فما بالك باعدائه اللي شفناه تعامله مع لوفي، تعامله مع استسكيت، تعامله مع الكل، يجتاح ويكتسح بالقوة ويفرض نفسه بالقوة ولا يتفاهم إلا بالقوة. فيتو 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 فيتو. أتفق معك في جزئية إنه يعتمد على القوة بشكل كبير، وإنه البقاء للأقوى، وإنه الجلد عنده أول شيء، ولكن يوجد مجال للنقاش، وأكبر دليل تحالفه مع البكماء. لو كان إن شاء الله ما يتفاهم إلا بالقوة كان جالد مع البقمام وانتهى الموضوع. ما فلما يكون في نقاش وشوف إنه في مصلحة وقد يرضى بها أو له مصلحة فيها يتحالف يقتنع، فممكن لما بعد الاستدام الأول وبعد النقاشات قالت له خلينا نتحالف، قال أوكي. نفس الشيء ممكن نزل تصادم مع شانكس، قال له أقول لك أنا عندي لك عدوم خلينا نزبط الأمور، قال له أوكي عادي، انت قوي انا اسمعك، ما انت قوي تهب اسمع لك، هذه الفكره. ليتو اوكي، انت جاوبت على نفسك، هو قبل لا يبدا بالنقاش بدا بالقتال، وعندما اثبتت انها متكافئه معاه يوم كامل قتال رضخ لها وقبل بالتحالف معاها. هذا وجهه نظري او تصوري للموضوع على الاقل، بس ما جاء من البدايه قال ها انت قوي وانا قوي يلا خلينا نتحالف، قال انا قايل ايش بقتلش اكلها وخلاها تزداد قوه، هذا دليل الجنون والخبال. يعني لو واحد مثلا ما يعترف بالقوه او بنظام القوه كان قتلها وهي على طول مربطه، فرصتك تقتل، يعني لو طايح البيج مان في يد بلاك بيرد والله ما تردد ثاني واحده، قتل على طول بعدين تفاهم بعدين يخطط، هذا ما فكر حتى يتفاوض او يخطط، فكر بالضرب اول مده يوم كامل، يوم شاف انه متساوي معه بالقوه عقد مع التحالف، يوم شاف انه متساوي معه وما قدر ياثر عليه ولا قدرت تاثر عليه. طيب شانكس ما كملوا يوم كامل، يعني المفروض الضرب اللي صار بينهم ما تعدى ساعه او ساعتين، اللي هي وقت الحرب اللي تاخر فيه شانكس على الوصول، لان شانكس وصل بعد وقت الحرب مباشره، لو انه ماشي مع اللحيه البيضاء كان وصل معه بنفس الوقت، يوم انه تعطل وصل بعد اللحيه البيضاء بساعه ساعتين بعد ما بدات الحرب بساعه ساعتين. فهل معقول انه إلا إذا تقول له شخص هذا كايدو في ساعة ساعتين وتفاوض وياه، هذا شيء ثاني يعني. طيب فيتو شلون لف النقاش كذا يسوي فيهم بعد هذا ذا ما في يا يمين يا يسار، ما في النص كذا، فهم يلا انت الوسط، هناك واحد رايح هنا ما في، يلا انت الحل الوسط روح يلا. أول شيء كايدو يعترف بالقوة، هذا شيء ما يختلف عليه اثنين، لأن يعني
زي اتفق مع ماجد في شغله واحده اللي مع البيج مام ان يعني تجاد معها بس ان كلام يقولنا رضخ لها ما ادري شو تحس فيه انت نقول رضخ لها يا بوي في علاقه قديمه بينها وبين الليلن او البيج مام هذا الشيء الاكيد وهذا الشيء اللي احنا يفتح لي مجال اقول انه ممكن في علاقه تربطه بشانكس وهذا السبب اللي خلاه يرجع من قبل هل هو ابن قائد الروكس يعني الحين انتوا اعطيتوني فكره وصلتوا انتوا تتضاربوا اعطيتوني فكره ليش الناس بيج مام ما تفاوض معها الا بعد لان في هيستوري سابق بين لو انا واحد ثاني غير بيج مام والله ما في امل يتفاوض معها اتوقع انه يوم تقاتل كذا تذكر ايام الخوالي هي رابع خلينا نسوي تحالف انتصر لانه كانوا اصدقاء من قبل فممكن الشيء اللي يكون منطقي بالنسبه لي لان شانكس دخل المارين فورد بدون عليها اي غبار حتى ما بقول جرح ولا اصابه غبار ما عليه فاللي واضح لي ان مع شانكس ما تجالد وخصوصا ان معركه بين اثنين يمكن تقول بتخلص في ساعتين او ان جلد كايدو في ساعتين مستحيل واساسا لو ان كايدو من جلد من شانكس وقتها كان شفناه من اول ما جابوا الظهور لا اللعن عليك ايها الشعر الاحمر ليش لانه جلده ويبي ينتقم منه اكيد لو صار هذا الشيء فسالفه ان جلد منه هذا يعني شلوها من راسكم 100% وجهه نظر الشخص فان سالفه ان جلده هذا شلوها من راسكم ابدا انا ما اتوقع من وجهه نظر الشخصيه ما اشوفه ممكن يعني وحين كبرته في راسي سالفه انه ممكن في علاقه تربط شانكس بكايدو شانكس اساسا الكاتب قاعد يربطه في اكثر من شغله مو شغله واحده الجروسي مع شو اسمه لوفي مع كثير من الشخصيات اللي قاعد تطلع وشانكس قاعد يتربط معها ف انا اشوف انه ممكن بينه بين علاقه بين كايدو او في هيستوري على الاقل بينه بين كايدو سابقا فيتو خذ لك رايك يا مراد مقدم طيب اول شيء اذا كان كلنا عارفين كان بينهم علاقه كايدو لكن اذا كنت تقول ان عشان علاقتهم قديمه سووا التحالف هذا لو كان كذا ما كان صار في فايت من اساس بينهم بالاساس ما كان استمر الفايت وكان ارتع فيه ولا كان راحت البيج مام لما هذا وقالت له تعال انضم لي يا كينج ولا صارت المناوشات هذه كلها ولا كان كوين خاف كذا الخوف من البيج مام كان يعرف ان كايدو كان في علاقه قويه مع البيج مام كل هذول تحت اكسات على هذا الشيء هذا بالنسبه للشيء الاول بالنسبه لكايدو وشانكس انا اللي اقدر اقول انا فرضيه الشيء الوحيد اللي اشوفه منطقي غير التفاوض اذا كان شنو التفاوض ان كايدو كان سكران وكان رايحنا خلاص يبغى كل شيء الا الوايت بيد يبغى يوقفه في شانكس هنا بالطاقم كامل حقه وليس الحاله بالطاقم كامل حقه قدروا عشان ما عندهم وقت في حرب شاسعه ما عندهم وقت للطقطقه سمونه رجعوه قالوا له انت مو بقدنا خلاه يرجع ومشى فيها كيف الطريقة بتوضح لكم قدام لكن أنا أتكلم أقل شيء ما في وقت المزح ما في وقت للرجول هنا 1v1 في واحد بيموت في طاقم حرب لازم نوقفها في إراقة للدماء لازم نوقف في إخلال الموازين لازم نوقفها فهذا اللي أنا أشوف يعود السؤال لمعاذ بعد الباص ويقول أودا لمح كثير عن الدين الذي بين كايدو والبيج مام ما تحسوا أنه راح يستخدم الدين هذا ضد كايدو في الحرب يكون سبب رئيسي في هزيمته لا ما حد يبستي لو حد يبستي سووه من زمان ترى بغبنكم اغبن شتي كابو يا يلا لا طبعا كايدو مهما كان حتى لو انه عليه دين ما راح يضخ انه الدين هذا يخليني مثلا انجلد ولا اتنازل ولا مثلا نقول انه تجي مثلا تجي تقول له خلاص اذا انت ما انت مديون لي خليني انا قاتل له يقول له خلاص روحي لا طبعا ما راح يرضخ للأشياء هذه أوكي في دين أرد لك إياه بطريقة ما بس ما تتدخلين في شؤوني الخاصة أو في قراراتي تبغك أنت ودينك فما لا أنا شخصيا ما أعتقد وكايدو ما هو الشخص النبيل اللي يلتزم بدين هذا قرصان السؤال اللي بعده لك إبراهيم في حال قدوم كاتاكوري وكراكر هالشخصيتين راح تكون مصيبة وخاصة وحش زي كاتاكوري ما في أحد قادر عليه غير لوفي في التحال هل راح يحمي لوفي هل كاتاكوري راح يحمي لوفي لأنه أعجب فيه ولا إيش راح يكون وضعه والله أنا نشوف حطيت سيناريو من قبل إنه وقلت إن كان في أحد البثوث ويعني جد أشوفه هو الأقرب يعني خصوصا بعد آخر فصل شفنا كيف إنه يعني سكراتش من أبو كيف أثر على لوفي فما بالك بوحوش لسه أساطير موجودة في هذا الارك حاليا
غير انه يصير في انقلاب. اذا يصير في انقلاب هو الحل. اما ان كاتاكوري يدخل يصير ضد لوفي ويعني وكراكر ضد يعني قراصنة البيج مام وقراصنة كايدو ضد لوفي والتحالف اللي دخل، والله العظيم ما بيكون عيش. مع حبي واحترامي لهم جميعا الا اذا كان في انقلابات داخلية سواء من طاقم البيج مام او من طاقم كايدو. طاقم كايدو سواء انقلابهم بسبة احقاد وكره بين الطاقم نفسه وصرع على العروشة زي ما يقولون، يعني مني يبيرقى على منه وزي كذا، هنا يكون هذا شيء منطقي. اما ان تقول ذلك كلهم ضد لوفي وتحالفه، والله لوفي وتحالفاته كلها لا تنجلد جلد. هذا اقول لك فيتو معاذ كالعاده يحب يحرق فيتو. لا لانه صدق اول شيء مهما كان ومهما صار ومهما بيكون كاتاكوري ما راح يقلب ضد امه. شفنا قد ايش كان عشان اخته ايش سوى الهوايل، فما بالك بامه. حتى يوم كان الخطا قدام امه وقف قدامه في الارك الكعكه كامله قالت امه وخر مو بوقتك الحين ولا وريك شغلك، سمع لامرها ووخر والتزم هالشيء. هذا بالنسبه للشيء الاول. الشيء الثاني برد لسؤال او اضافه مخليل للموضوع فيها التحالفات الاسطوريه اللي قاعد تصير، مو معقوله كلهم ضد لوفي. انت في نقطة مهمة اللي هو ابن كايدو عليه استفهامات. إذا كان ابن الوحش كايدو قوي نفس الحالة كايدو، فأنا أقول ممكن يعادل الموازين فيها. ما تدري عش خيالك في قوة ابن كايدو. إذا كان كايدو بهذه القوة اللي أنت تفرضونه أقوى مخلوق في العالم، فبالك بابنه. إذا حطينا فرضية أنه هو الإكا ووالخ، ابحر في خيالك في الموضوع. فالكاتب زي ما حط القوة الجبروت في كفة كايدو والطاقة فيه، تقدر تخلي تحالفات المعلوفي ترقى فوق. ليش؟ لأن للحين ما وضحنا كل الأوراق الموجودة. ماركو للحين ما ندري بيدخل ولا لا، نيكوماموشي مختفي ليش للحين؟ وش السالفة؟ هل ممكن يدخلون طاقم الوايتبيد أو لا؟ للحين لم يتم إغلاق الستارة. إذا تم إغلاق الستارة وضحوا لنا منهم التحالف معلوفي، ديك ساعة أنا أقولك لو تدخل كاتاكوري لازم يكون معلوفي عشان يكون في توازن القوة. غير هالشيء أنا أشوفه حرام لكم تستعجلون لكم تحطون موازين القوة الحين، وهذا ضد مين وهذا ضد مين، إلا ما يتم إظهار كل البطايق الموجودة في المعركة. أوكي، السؤال اللي بعده لك يا دحوم. أقول لك أودا قال بعد وانو راح نشوف النهاية أو راح تتضح النهاية، ومن الطبيعي ان المفروض يكون التركيز على تيتش وحكومه العالم. فهل تتوقع ان اودا راح يضحي بجميع السوبر نوفا، طبعا على الاغلب بدون لوفي زورو، لان لو قارنتهم فيما هو قادم هم ولا شيء ولوفي بعيد عنهم جدا، هل ممكن يموتون على يد تحالف كايدو والبيج مام؟ بس ابراهيم تب لك انت لافظ صدقني، انا واثق بالباس. اول شيء انا شخصيا انا واثق ان السوبر نوفا مستوياتهم مختلفه. اوكي، ما بقول ان بين كل واحد والثاني مستوى عظيم، لا مفروض ان بس انا بين اضعف واحد واقوى واحد في مستوى كبير، هذا اقل حاجه. واحنا مفروض ان نفترض ان لوفي هو الاقوى بين السوبر نوفا حسب وجهه نظري. انا احد الاشخاص اللي كنت اقول ان يستس كيد مفروض انه يكون مقارب للوفي، بس انه اضعف من لوفي وجهه نظري الشخصيه. وأن شسمه زورو يعتبر أضعف من يستس كيد أنا أشوفه برضو شخصيا، أو على الأقل ليش دائما الكاتب قاعد يجيب لي إياه أنه منافس للوفي ونفس مستوى لوفي، عنده هاكي ملك نفس لوفي، فمفروض أنه يكون قريب من مستوى لوفي مثل ما زورو قريب من مستوى لوفي، بس ما يكون زورو أقوى من يستس كيد، وجهة نظري الشخصية في هذا الموضوع. طيب السوبر نوفا، السوبر نوفا، السوبر نوفا أنهم ينتهون او يكملون كلهم في هذا الارك، ما اظن، ما اتوقع انه لسه ما انتهى منهم. ممكن بعضهم يروح ينتهي في هذا الارك، نعم، وان شاء الله انه استركتش من ابو وليس ابو سلمو ينتهي ويخلص نفتك منه عشان ما حد يطقطق علينا. طيب فاحتمال كبير منهم يروح، نعم، لكن صدقوني مستوياتهم انا ما اشوفها متقاربه جدا، في تفاوت في القوة بين السوبر نوفا. يا جماعة بس قبل أكمل السؤال اللي بعده، في كثير من الأسئلة يحط 3-4 أسئلة في سؤال واحد، أنت كذا تخرب على نفسك، ما راح أقرأ السؤال. نبي سؤال واحد واضح وصريح، لا تحط لي 3-4 أسئلة في سؤال واحد. السؤال اللي بعده لك يا دحوم يقول كيف ميهوك في مستوى اليونكو أو قريب منهم حتى وهو بالحرب ما بقت شخصية لو اصطدمت معه زي كروكودايل وفيستا وصد جوز لأقوى سلاش عنده؟ هل تتخيل الشخصيات اللي ذكرتها
تصد كايدو ولا أحد اليونكو أو حتى كانوا يطقطقون؟ هل تتخيل الشخصيات اللي ذكرتها تصد كايدو ولا أحد اليونكو وحتى لو كانوا يطقطقون؟ شوف يعني بغض النظر عن قوة اليونكو إنزين، لكن أنا متأكد إن ميهوك كانت قاتل مع شانكس قبل، بما أن شانكس يونكو ومتعادل معها سابقا، فميهوك بقوة يونكو. إيش قوته وهل هو يطقطق معهم؟ والله أعلم، لكن أنا بالنسبة لي أرى اليونكو متقاربين، فإذا أنا شايف أن شانكس متقارب من تيتش والبيغما مكايدو، وشايف نفس الوقت ميهوك متقارب من شانكس، فأنا أشوفهم في مستوى واحد تقريبا. وإذا كان يعني كروكودايل تصدى لضربة ميهوك، فيستا يعني ها جارة ميهوك، أرى أن ميهوك كان يطقطق فعليا. ما أقول أن ميهوك يعني أو فيستا يعني ضعيف، ممكن من ضربة واحدة يهزم، لكن فعليا ميهوك كان يطقطق، ما هو كان داخل الحرب يعني بداعي اللي هو أني أنا راح أقتل كل شخص وأنا أبحث عن القوة وأبحث مدري إيش، مثل كايدو. كايدو يبحث عن القوة وأنت ضربني، لكن في النهاية أنا بضربك ونشوف من الأقوى. ميهوك ما ظهر هذا الشيء، فأنا أشوف فعلاً ميهوك بقوة يونكو، واللي بيقول العكس هذا الكلام أنا صراحةً ما أدري إيش أقوله، إلا إذا بعدين الكاتب وضح لنا أن اليونكو متفارقين بالمستوى، خصوصاً أنه ما جاب لنا جميع قوة اليونكو، جاب لنا ثلاث شخصيات أو شخصيتين بس. جابتي وضع عن ميهوك. فيتو نروح. أنا أشوف أن هذا عيب في أودا، عشان يبي يظهر لك مدى قوة الشخصيات في حرب المارينفورد بالذات، يبي يرجع هيبة كوركوداي، رجع على حساب ميهوك. أنا أشوفه حتى لو كان صدام خفيف، هذا في الأخير يظل أحد الشيبوكاي، أحد الأشخاص اللي تضارب مع شو اسمه شانكس، فمفروض أنك ما تخلي حتى فيستا يعني أوكي مع أنه قلنا قوي، بس هذا أقوى سياف يظل، يعني هذا أقوى سياف وذاك ضمن أقوى خمس سيافين، ويعتبر أحد القادة في الطاقم. هل يقارن هذا بهذا الشخص؟ لا مستحيل، حتى لو كان مو قتال، يعني هو مستميت بين شخص وشخص، هو زي ما تقول كان اختبار للقوة أو فرق قوة بينهم بين بعض، لكن يظل شيء صراحة غمني أنا شخصيا، يعني أشوف أنه شخص أقوى سياف مثل ميهوك، وأشوف أنه عارف لما تقاتل مع شانكس وتعادل معه وهو في نفس يعني على الأقل قريب من رتبة شانكس أو معاه شانكس في نفس الرتبة، أو يمكن حتى يشوفون البعض أنه أقوى، أشوفه قاعد يتصادم مع فيستا، وفيستا يعني يخلي ما قلنا عايش وقت صعيب، بس يعني مفروض على الاقل جبت لنا طيب فيستا، على الاقل خليتني احس بهيبه ميهوك. يعني في الحرب المريم فود للاسف اشوف انه ضيع من هيبه ميهوك الكثير، لانه جايب انه يطقطق زي ما قال دحوم، او يمكن كثير انه ما كان جاد في هذه الحرب، ولانه كان يستعيد بعض هيبه شخصيات خصوصا مثل الكروكودايل وغير، لأنه أهانة من قبل ضد لوفي، فبيرجع هيبته سواها بهذا الشيء قدامه، على الرغم من أنه ترى كروكوديل لا يعتبر خصم سيء، ولا برضو اللي هو فيس يعتبر خصم سيء، لكن أشوف أن ميهوك مستوى أعلى منهم اثنينهم بالنسبة لي على الأقل. السؤال اللي بعده لك يا أحمد يقول ليش تقولون كتاكوري ما راح يجي بس عشان يحمي الجزيرة؟ طيب شانكس طلع كل طاقمه وقت الحرب، وكمان اللي بيهاجم جزيرة البيج مام ما راح يهاجم حتى لو ما فيها أي شخص، لأنه يحسب حساب لإسم اليونكو ويعاديها وتلاحقه، ويكون وجود كاتب الجزيرة غير ضروري. هو مجرد افتراض، ما في شيء أكيد. كاتاكوري ممكن يجي وممكن ما يجي، هم قالوا أنه يحمل الجزر لأنه الأقوى هناك، فهو وجوده حاليا يعني ما راح يفيد كايدو، وبيقوي جيش كايدو، بس كايدو أوريدي قوي وجيشه قوي، فما راح تستفيد أنك تزيده قوة. فإذا بتجيبه وتخليه يساعد لوفي هذا موضوع ثاني، لكن إنك تجيبه وتخليه ضد لوفي كده قاعد تعقدها وتعجزها، فأفضل إنه تقول له إنه قاعد هناك ويحمي هناك ويقعد. أما بالنسبة لشانكس، ترى شانكس أنت ما شفت السفينة حقته، مستحيل إنه يكون بس العشرة ذولك هم كل طاقم شانكس، أكيد إنه في غيرهم كانوا موجودين على الجزيرة في تحالفات وفي مراسيل حقين وفي كل شيء. فكتاكوري إحنا شفنا عرق البقمام، يعني هو الأقوى، هو الحامل، يعني هو حامل حمى على دوله، فبس لهذه نفترض انه ممكن ما يجي. فيتو ايوه للاضافه، مو للاعتراض، ايضا اضافه على كلام احمد، في عندنا اولا شانكس لم يثبت ان عنده جزيره اصلا، يمكن هو في سفينه زي اللحل البيضاء، اللحل البيضاء يوم جاي يزورها
شانك زرف سفينته، ما كان عنده جزيرة ثابتة على أن هذه جزيرة اللحية البيضاء أو هذا مقر اللحية البيضاء. ممكن شانكس نفس اللحية البيضاء، حتى يوم جابوه من قبل يوم يروح لميهوك كان يقول له شانكس يحب هذه الجزيرة أن يقضي عليها بعض الوقت، يعني يسوي فيها بارتي ويمشي. فمو بهذه مقر شانكس عشان أنك يعني خلاص تعتمد أن هذا مقره وقواته. البيج مان بنت مملكة كاملة عبارة عن 34 دولة وقاعد تحميها بالسنايلز ذيك جهاز الاستشعار اللي تستشعر الناس اللي يدخلوا، والأهم بكله أن عندها كنوز في مقرها لازم تحميهم، البونيقلف الأحمر، اثنين بونيقلف أزرق، والذهب وما إلى ذلك. فلهذا السبب منطقتها تحتاج حماية، على عكس شانكس اللي ما لدي إذا عنده منطقة أصلا أو عنده كنوز، يمكن كنوزه كلها في سفينته، ممكن كل الاحتمالات واردة. فما نقدر نقارن بين الموقفين. لما نتكلم عن كل شيء شفناه شانكس الكلام اللي قاعد تقول احنا ما شفنا مقره، فما ندري اذا يضطر حمايه او ما يضطره، وهل عنده كنوز ولا ما عنده. السؤال اللي بعده عندي انا يقول لك من اقوى خمس شخصيات ظهرت في ارك 1 لحد الان دون احتساب اليونكو؟ من وجهه نظري بنجيب ثلاثه، طبعا ما راح اجيب خمسه، وبدون اليونكو حاليا طبعا اذا ما راح احتسب لوفي يونكو خامس لانه هو ما بعد ياخذ اللقب رسمي من وجهه نظري، فبقول لوفي. حلو. بعدين بقول زورو، بعدين بقول كينج على اللي ظهر حتى الآن الثلاثة ذي. والآن سننتقل إلى أسئلة الباتريون، داعمينا في الباتريون أريغاتو غوزايماس. إذا أنت تريد أن يظهر سؤالك في هذه الحلقة بالتأكيد اسأل سؤال، ادعمنا عن طريق الباتريون $10 وأرسل سؤالك في فيديو شرح حق طريقة الدعم وكل هذا. نعتذر لبعض الجمهور لو تأخر ظهور سؤالك، في أسئلة كثير ممكن ما يظهر في هذه الحلقة، إن شاء الله راح يظهر الحلقة القادمة. سؤال أول معنا من أخو الغالي السلطان KSA، السؤال هذا كان فيتو الإنمي ووجهناه إلى فيتو المانجا وهو لك يا معاذ. يقول تبين أن زوجة أودن تنتقل عبر الزمن، لماذا لم تنتقل لما بعد 20 سنة وتحقق إنجاز أقوى من اللي حققتها عندما ذهبت لوانو قبل 20 سنة؟ أو أن هناك حدود. السؤال واضح من البداية لأن هي شافت الشيء اللي تبغاه، هي أصلاً انتقلت عشان توصل لفترة النبوة أو شيء يتعلق بالقرن الغابر اللي المفروض يجي بعد 1000 سنة، وهي تقفز في الزمن حصلت حاجة، يعني اللي حصلت شخص يعني المفروض يكون من العوائل النبيلة اللي أسست وانو أو لها علاقة بوانو، وهذا الشخص المفروض إنها يعني إنه يوصلها لوانو ثم تنتقل، لكن لأن حبته تزوجته جابت عيال فضلت البقاء على أنها تقفز في الزمن وضحت بحلمها لأجل يعني أودن زي ما يقولون ابنها وزوجها، ضحت بحلمها لأجل الحب يعني. جولدن فيتو. أوكي يا معن. أول شيء سالفة أنه عشان حب أول شيء لا، اللي بشكل كبير لان انت تتكلم انها هي جت بهذا العصر عشان تمهد الطريق لفتى النبوءه. على سبيل المثال انت تتكلم ان اودن لو ما كان موجود الحين ما كان صار تمهد هذه وما صار اللي صار الحين عشان لوفي يوصل لهالمنطقه لفتى النبوءه. ما خلت في البدايه اللي هو مثلا لو حطينا فرضيه ان هيوري هي السلاح الاسطوري المنتظر فيها، فلازم تكون هنا في التوقيت الموجود هنا عشان تمهد الطريق لفتى النبوءه. انت فان هيوري تنتقم من هالوقت لهالوقت بالتحديد عشان تروح له، ومشت مع هذا الشخص الغريب لما على السفينه، مو عشان انقذها، ما هي قصه رومانسيه في التسعينات اوه شخص انقذني بروح اتزوج او اعيش مع حياه سعيده، لا طبعا ما جاي هنا بالتحديد الا لسبب معين وما اخذ. طيب دول قاعد يضربونها، اذا كان صدق قدرته تنتقل عبر الزمن قبل ما يضربون ليش ما انتقلت عبر الزمن؟ ليه هي جالسه تنتظر وتنضرب الين ما جاها اودن وساعدها؟ ليش ما انتقلت قبل؟ فهذا الشيء نوضح يوضح انه في سبب بقاء هنا في نفس المنطقة عشان ايش؟ عشان تمهد الطريقة فات النبوة. وابحر برضو زي ما قلت قبل بخيرك ليه وش اللي تمهد فات النبوة، وش بيضح انه بعدين عن الاسرار عن توكي للحين. السؤال اللي بعده لك يا ابراهيم من اخو الغالي سعود علي، السؤال طبعا موجه لشعيب ولكن شعيب مش موجود معنا بالعلقة. هل من الممكن ان الفتاة التي في طفلة زورو نسيت اسمها طبعا يقصد كوينا لا زالت على قيد الحياة وأنها ستتقابل مع ميهوك أو تهزمها وتصبح أقوى سياف؟
ابشر. شوفوا انا انسان امشي على الاستدلال والمنطق، ولكن اودا طبعا دائما يسوي لك تخلف في المنطق كذا، يرميك انت والمنطق. فانا بقول لكم الكلام اللي صار واللي شفناه، وانتم احكموا بكيفكم. في المانجا جابوا كوينا وهم شايلينها وهي جثتها وحاطين منديل على وجهها وانها ميتة، يعني جسدها موجود، هذا واحد. اثنين، في المانجا في اغلبة المانجا جابوا ابوها جالس على القبر ويصب عليه ساكي ويتكلم عن زورو، يعني يوريها ايوه يوريها الوانتد حق زورو. ففي مشهدين طلعت انها هي ميتة وهذا راح للقبر. طب لو قلنا انه هو بيكذب وبيعطيها الثوريين، طب اوكي الجنازة قلنا يكذب، طب يروح يكذب على مين يوريه الوانتد ويجلس لحاله يكذب على نفسه؟ فأنا مفترض تماماً إنها ميتة. ممكن طريقة موتها غبية، أودا ما حبك الموت أن تطيح من الدرج وتموت، أوكي، بس هو كذا يبغى تموت خلاص، يبغى تموت يعني أحسن من غيرنا اللي قالوا بصابونة ويموت، يعني لازم تموت. فيعني أودا يبغى تموت، ما أقدر أقول أنا شيء، بس إذا احتاجها في يوم ما كان جابها. بس أنا شفته طلع تشقي عشان ما تدور كوين، خلاص هاي تشقي، هذه كوين الثانية، هذا إيش ميتة. خذ لك لايك. ايتو والله اللي داري اللي بيطق والله ما خليها تمشي، معليش. اوكي ترى منطق احمد 100% سليم زين، بس لربما ممكن اقول لك احد من الجيش الثوري، ممكن احد من حكومه العالم، ايا يكن، يعني خذ كوينه نزل جسد اخر يشبه كوينه. يعني انا قلتها قبل في احد البثوث انه مو منطقي ان شخص يسقط او يطيح من درج او درجتين ويموت، خصوصا ان تقاتل مع زورو 2000 قتال ما انتصر زورو، ثلاث سيوف 2000 قتال ما انتصر زورو، تيجي تقول لي درجه درجتين تطيح على وجهك تموت؟ هذا ما في منطق. فاذا جيت بحلل يعني بفكر، طيب اذا فعلا هذا ابوها قاعد يقول زورو يعني وصل يا كوينه وما ادري ايش، ممكن انه فعلا مو كوينه، ممكن شخص اخر غير كوينه، ممكن شخص آخر غير كوينا أخذ كوينا أخذوها، هي نفسها تشيقي عمل عليها تجارب فيجا بانك، راح تبحر وتوصل بعقلية يعني أسطورية. يعني إذا كان الموضوع عند فيجا بانك ممكن أنه أعطاها قوة خاصة، ممكن غير عقلها. ليش تشيقي فجأة كذا تستخدم السيوف؟ ليش أول ما شافت زورو حطت عينها بعين زورو؟ يعني هذه ممكن تكون تلميحات لي أن كوينا لا زالت حية. أنا مش مع المبدأ الأساسي اللي أنا بقول، أنا مش مع أن شخص يسقط من درج ويموت، لأن أنا شايف باقي يطير من جزيرة لجزيرة لازال حي. فأنا أنتظر لنهاية القصة، لا منطق. فيتو، شوف يا صديقي، وهالكلام لك، واسمعي يا جارة يا شعيب أيضا. دائما الشخصيات اللي في الماضي إذا ماتت ماتت، وقد تقول لي موت سخيفة، طيب يا عمي أم نامي ماتت بطلقة مسدس داخل حروب وتقطعت تنتفت جاي شايل نامي وذيك متقطعة وما ماتت، بعد طلقة مسدس وماتت على طول. الكاتب في أي قصة في الماضي عادي عنده، يعني لو الوحيد اللي من الماضي رجع حي هو سابو أساسا مش من ماضي لوفي، يعتبر يعني هو تكملة تغطية عن غياب إيس، ولمح الكاتب أن دراغون جاء أنقذه، بينما هنا لا، التلميح أنها دفنت يعني جثة شفناها في المانجا، ذكرت جثة شفناها مغطية وجهها ودفنت. ليش يحط جثة بديلة عشان يخدع الناس ويحطها مع الجيش الثوري؟ نوكي ممتاز، نو بروبلم، كف عليك. طيب ليش يجي يوريها القبر؟ ما في منطق أنه يجي يوري بوستر حق زورو حق جثة مش جثة كوينة، جثة بديلة. من الجثة البديلة ذي اللي بتهتم أنه يوريها البوستر حق زورو؟ ما لها أي منطق على الكلام. والأهم من ذلك كله تكملة السؤال، هل راح تقابل ميهوك أو تهازم زورو وتصير منافسة زورو؟ مو بمنطق. يعني هم أساسا كانوا يتنافسون في بعضهم عشان يثبتون فيما بعد أنه بيهزمون أقوى سيف في العالم، واحد منهم بيصير أقوى سيف. فأمل زورو طموح زورو كله مبني على أنه يوم ماتت هو شال عبائها وخذ السيف حقها، فهو إذا ما أخذ السيف حقها ويقاتل إبه في آخر القصة يرجع لها السيف بعدين يقاتلها، ما يصير. هو قاعد يقاتل بعزيمته وعزيمة يعني بعزيمتها في ذمها، يعني سيفه وروحها والمعتقدات حقتها عنده عشان يوصل اسمه إلى أعلان السماء، عشان هي تسمع وتشوف أنه حقق الحلم والطموح حقهم وأصبح فعلا هو أقوى سيف في التاريخ. فوجودها في القصة راح يخرب طموح زورو،
راح يخرب عزيمة زورو، راح يخرب وجود السيف الأبيض مع زورو، راح يخرب المنافسة في الأخير. المفروض أنه هدف وطموح زورو كله ميهوك، ليش فجأة يتحول يصير كوينا؟ بعدين كوينا ما أثبتت أنها أقوى سيف في العالم عشان يجي ينافسها، تروح تهزم ميهوك. إذا هزمت ميهوك يعني، وزورو ما هزمها حتى، إلا خير في زورو. اكتبي بهذا القدر. السؤال اللي بعده من دكتور سعود، وهو لك يا إبراهيم أخوي، يقول: قال اللحية البيضاء أن طاقم الروكس كان دائما على خلاف وكل واحد بيصير القائد، هل لو كان روجر، هل لو كان روجر هو القائد راح يحل هذه المشكلة وراح يطيعونه أم لا؟ الباص لمين يا إبراهيم؟ كمعاد شخص قدر يخلي ريلي ينضم تحته، وهو شخص ما كان يبغى حتى ريلز بدأ في البداية: من أنت عشان أضم لك؟ ومن أنت عشان أعطيك سفينتي؟ شخص قدر يروض ريلي، أنا أشوفه أكثر توحش من اللي عنده، يقدر يمسك الطاقم هذا. إذا قلنا سالفة الوايت بيرد وقتها ما هو خاضع له، إذا فرضية وايت بيرد في ذيك الحرب قلب ضده، أنا ما أشوف إن الوايت بيرد يقدر يخضع لشخص غيره، لأن في بداية الوايت بيرد من حقه عندك اعتراض ضيق فيتو. فيتو السؤال قاعد يقول لك يروض اللي عنده، الوايت بيرد عنده ما يتروض، خبل من اللي يقدر يروض الوايت بيرد؟ ما في احد يقدر يروضه، حتى روجر قاعد حلقه ايام ما روضه، ما في احد يقدر يروض هذا الطاقم. الطاقم هذا اجتمع لمصلحه، وهذا اكبر عيوبه يمكن انا اشوفه، يمكن سبب سقوطه هو انه مجتمعين عشان مصلحه، مو مجتمعين عشان انه يعني في محبه بينهم، واحد قادر. حتى لو روجر كان موجود ما حل الروكس، ما راح يقدر يروضهم. خبل انت، من يروض الوايت بيرد؟ من يروض شيكي؟ من يروض ذيل كلهم؟ والله معلش، مع حبي واحترامي لروجر وكامل حب الاحترام له، ما يقدر احد يروض هذا الوحوش. سؤال يعود لك إبراهيم بعد الباص من أخونا الغالي عبد الله أشكناني، يقول: هل تعتقدون بأنه سوف يقوم أوريتشي بخيانة كايدو لو ضعف، أو في حالة ضعف كايدو، أو العكس كايدو من سيقوم بالتخلي عن أوريتشي بعدما يرى بأنه لا حاجة له، بما أننا نعرف عن خبث الاثنين وماضيهم بالغدر ونقض الوعود؟ شوف، بالنسبة لأوريتشي ممكن يسويها، ليش؟ لأن هذا إنسان ألزم عليه نفسه، واسخ قل الحياة، وقت ما يحس ان كايدو بيكون عقبة في وجهه وزي كذا ممكن على طول يتخلى عنه او يقدر فيه باي طريقة كانت. كايدو انا اشوف انه يعني انا مستفيد منك انت يا أوريتشي، فطالما انت ذو فائدة بالنسبة لي انا مخليك، وقت ما احس لك برضه مو فائدة لي على طول حاتشوتك، يعني حيتخلى عنه، ما يقدر كذا يقول له قلع مع الباب كذا، فهمت؟ اذا هذا حس كايدو انه كذا أوريتشي خلاص صار اهبل بزياده، ما راح يفيده، راح يضرك ما يفيده، بيقول له هيا انقلع عليك حتى يضربه ويجلده. هذا بالنسبه لكايدو. اما أوريتشي لا، في احتمال انه يغدر او يفكر بالغدر عشان يطلع بنفسه، لانه هو غدار بطبيعه الحال. فيتو اضافه روح. قالوا اصلا ان الشوغن أوريتشي هو الشوغن صوري، هو صوره اللي قاعد يأمر ويني ويسوي، وهو كايدو. هو أصلاً لو في مناسبة احتفال الشوغن يروح عند كايدو يحتفل، مش كايدو يجي يحتفل عنده، فهو أساساً المسيطر أصلاً كايدو. فأوريتشي مجرد صورة أو دمية يتلعب فيها كايدو، وقالها أوريتشي أول ما تحالف مع كايدو: أنا لو بضحي بالبلد كلها أنا موافق عشان أنتقم من أهل الدولة اللي قتلوا عشيرتي، فما علي ينحرقون كله. فأوريتشي اصلا ما هو هامه، اوكي انا منصب وقاعد فعلا ومبسوط وعايش وغني ومسك الشوغن، ولا خليه يقتل الشعب، انا ما عندي مشكله. ما راح يعني كايدو، سواء كان لك فايده ما لك فايده، انا المسيطر الاول والاخير. يعني انت مجرد صوره، انا حاطك انه انت ساموراي، لانه الساموراي دائما اللي يحكمهم لازم يكون من عوائلهم او ساموراي زيهم، فمجرد هو ديكور. واذا حاول يغدر ممكن ان كايدو يقتله، نعم، بس اذا كايدو ضعف او ما ضعف أوريتشي ما يقدر يسوي شيء. يا عمي جابوا سيره الاموات كذا، يا رجل يرتعد وهذا وبيموت طوب، وغايره يقابل كايدو ويعقيده، ما مستحيل. الزال اللي بعده يروح لك يا دحوم من خلال الغيال زياد المحمدي، ولكن السؤال موجه لماجد الحب، يقول السؤال موجه حلو يقول لك: فيتو بانجا ون بيس شانكس تيتش كايدو بيج مام أكاينو وغار ست اسماء في معركة واحدة ضد بعضهم البعض، فري فور أول، يعني قول من يموت أول ومن ينتصر.
طبعا من وجهة نظر اللي بيموت اول هو البيج مام واللي راح ينتصر هو جارد. انتهى النقاش. برضو باس يلا يا احمد يلا روح كويس. طب اعطيني الاسماء. شانكس، تيج، كايدو، بيج مام، اكاينو، جارد. انا بقول يعني بيصير غش. ها حلو، بيصير غش لو تقاتلوا دولي. كايدو والبيج مام بيتحالفون، اكاينو وجارد بيتحالفون، شانكس وتيج بيتضربون. طيب السؤال من اللي بيموت اول؟ طيب استنى استنى، اللي بينجلد اول واحد بيموت. اول واحد بيموت اسئله حقيقه شانكس. اول واحد بيموت شانكس. بس مو لانه ضعيف، مو لانه ضعيف، انه تيش ما يضافق مع هذوليك متحالفين بيجلدونه. بيموت شانكس لانه هذا غدار تيش وهذوليك متحالفين. اوكي طيب. اللي بيفوز واللي بيفوز اكاينو وقارب، بس الاقوى انا في وجهة نظري حاليا اكاينو. يعود السؤال لدحوم من اخونا الغالي محمد عبد الرحمن، يقول لك عندما جرح اودن كايدو وكاد ان يقتله لولا العجوز التي شتتت انتباهه واستغل كايدو هذا التشتيت واسقط اودن، هل تعتبر حركه كايدو غدر منه؟ السؤال ان هل هذه غدر من كايدو؟ ايه هل تعتبر حركة غدر من كايدو ولا لا؟ اي اكيد، دام انها ضربة من الخلف في وقت تشتت العدو اللي او خصمك، فهي بلو الاخير تعتبر غدر. الضربة اللي من وراء تعتبر غدر، خصوصا لما يكون من شخص منافسك وعلم عليك فتعتبر غدر. ليش هل بديت سؤال في شيء انا ماني فاهمه؟ لا 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 انت فاهم كل شيء. فيتو ايه. اول شيء كايدو كان في وضعية الدفاع، وأودن والساموراي والأغماد التسعة هاجمين على كايدو، فهذه تعتبر حرب قتال، ما في شيء اسمه واحد واحد. هذا أول شيء، مثل ما صار مع الوايت بيرد وأبناء الوايت بيرد، بمجرد ما سقط على ركبته تشتت انتباه من جلده. هل الأدميرالات غدروهم؟ لا، تشتيت انتباهك في المعركة هذا نقطة ضعف عندك أنت، هذه مشكلتك أنت. كايدو اتضح اصلا بعدين انه ما كان يعرف انه العجوز تدخلت، يوم عرف قتلها. اي بمعنى انه كايدو ما كان عارف ولم يغدر، لانه ضربه من وراء. هذه مشكلتك ان انت تلف وتعطيني ظهرك. انت ليه ما اخذني انه انا اذا انت اعطيتني ظهرك انا بوقف ضربتي؟ لا ماني موقف، انت معلم علي الان، انا جسد سنين ما حد قدر يلمسه، انت سويت لي فيه جرح. غاضب انا وما حرحم ولا اضرب اقوى ضربه عندي، تعطيني ظهرك ولا راسك باكسر وكسر. فاذا انت لفيت هذه ما هي غدره مني، هذا ضعف منك انت اللي تشتت انتباهك، انت اللي التفت، مو انا اللي قلت لك التفت، مو انا اللي قلت لك روح شوف ابنك هناك، فهذه ما هي غدره. كلام سليم جولدن فيتو. هو انت جاوبت يعني بنفسك، يعني بالاجابه هذه يعني كانك وضحت نفسك في فوهة المدفع. يوم تقول ان كايدو والشخص اللي ما حد علم عليه انت تعلم عليه، اكيد اني بضربك. فهذا يثبت ان حتى لو غدروا فيك او شتتوا انتباهك وانا شايفك راح اضربك، لان انا يعني عندي ضغينه انك انت الشخص الوحيد اللي علمت عليه. انا عندي كره، انا عندي حق، مين انت تتعلم عليه؟ مهما كان الموقف سواء كان يعرف كايدو ولا ما يعرف راح يغدر فيه، وهذا شيء صار غدر فيه. انا ما قلنا كايدو يعني لو اختلفت الاوضاع انزين وكان متاكد ان العجوزه موجوده يعني راح يستمر ويغدر فيه. انا اقول لك لو كايدو يعرف انها موجوده من اول قتلها وكمل القتال، لكن في اللحظه ذيك لما تجيك الضربه من وراء هذا يسمى غدر. ضربة من وراء يعني ما يعني ايش افهم من غدر؟ انا ايش افهم من غدر؟ لما انا اتقاتل معك الحين في نص المعركة ويجيني شخص يعني يبعدني عنك شوي زين، تجي انت تضربني من وراء، اقول هذه مش غدر عشانك انت ما تدري؟ لا، هذه غدر سواء انت تدري ولا ما تدري. ان ضربتني من وراء اكيد بلو الاخير اكيد انت راح تقول لي يعني انا مالي دخل، انت لفيت وجهك، بس برضو هذه غدر جتني من وراء. طيب السؤال اللي بعده لك يا احمد اليماني من لوكا ما، وهو موجه خصيصا لك، لازم تجاوب اولا بعدين ما جلد الحين يوم جد دور عندي. هات اي سبحان الله. بعد الغاء نظام الشيبوكاي البحريه، نعم. توجهت لميهوك،
لو افترضنا أن قوات البحرية التي توجهت لميهوك في هذا الحدث هي نفسها القوات البحرية التي توجهت للأرخبيل شابودي، أنا أقصد كينزارو والباسفيستا والتابع، هل سيقبضون عليه أم لا؟ وهل بيتضرر ميهوك أم لا؟ مع احترامي وحبي وتقديري لشخصية العظيمة كيزارو، يخشي هو اللي معه يعني. ميهوك سيارة تجيب باسفيستا، تجيب جنود، تجيب إذا ما معك أدميرال ثاني مرحب. ليش؟ لأنه هو يوم تنزل أنت بالسفن سلاش واحد قاطع على المساحة، الحيز هذا كامل حيقص كل شيء موجود، كل الباسفيستا، الجنود، السفن، كلها بتنقطع، ما بيبقى إلا مستخدمين اللوجي اللي هو أنت يا كيزارو بس. فأنت مما جبت حتقعد أنت لحالك، وأنا شخصياً أشوف أن كيزارو أقل من ميهوك، فلازم أقول أن ميهوك ما راح يمين. وبس بقول كمان بقول باس، وباس مع جواب الريزان. هو في جواب بعد جوابك يا مدير. لا انا مو معه. لما تكون انت شخص واحد في جزيره واحده زين، ويجيك اسطول كامل مثل الباستر كول، وهذا شيء اتضح في ارك في فيلم بوليت، لما يجيك ادميرال وجيش كامل في النهايه راح تهزم، في النهايه راح تهزم. انا مع احمد، اذا كان في اثنين ادميرال راح ينتهي يعني بشكل اسرع، لما يكون ادميرال قائد على راس الاسطول معه نواب ومعها كباتن، صحيح ميهوك راح يدمر معظم الجيش، ممكن كامل الجيش، لكن في النهاية راح يخسر واحد ضد أدميرال ونواب، يعني في النهاية راح يخسر من وجهة نظري. ما أعتقد أصلاً في شخص يعني الكثر تغلب الشجاعة في النهاية. هذا الفكرة اللي فيتو تتكلم عن أعظم سياف، شخص تربى على عرش القوة في السيافة، تتكلم عن عظمة شخص يونكو ما قدر يفوز عليه، تعادل معه، تتكلم عن ميهوك يا رجل، جنرال واحد اذا ما جابوا ثلاث جنرالات ما راح يقدروا يسقطونه يا رجل. تتكلم انت تقول مين اللي مع كيزارو؟ 15 عدد يا رجل بسلاش واحد يقطعهم، الفايت يصير بين ادميرال وميهوك. انت تتكلم تقول الكثره تغلب الشجاعه، الكثره عطني اسامي، لا تقول الكثره وجنود عدي ولا بسفيسة يا رجل، حرفيا بسلاش واحد اذا سانجي وزورو وشالوا واحد وتوم عقب سنتين تبغى تقنعني ان ميهوك ما يقدر يشيل جيش منهم سلاش واحد؟ وين يا رجل؟ انت تتكلم عن والله لو تكلم زياده والله بقلل من حق ميهوك. السؤال اللي بعده يعود لاحمد من اختنا السديم. عندما تسقط دوله عندما تسقط دوله وانو من بين يدي اوريتشي وكايدو ويتم فتح حدودها، ما الذي سيتغير في العالم وخاصة اقتصاد السوق السوداء؟ وهل سيدمر مصنع الأسلحة أم ستستثمرها عائلة الكوزوكي بطريقة قانونية؟ ماجد لك. من وجهة نظري اقتصاد السوق السوداء سيستمر، بيهتز نعم، لأن الكايروسكي مسوي شغل، لأن مصنع الأسلحة هذا مسوي شغل، ولكن ما اعتقد انه في العالم كله ما في مصنع اسلحه لفوانو، هو من احد اكبر المصانع، اكبر تصدير نعم، بس في مصانع اخرى في دول ثانيه تصنع اسلحه قديمه وحديثه ومتطوره وجميع الانواع من الاسلحه، وايضا الكيروسكي بيتاثر، سوق الكيروسكي راح يتاثر بنتي من الموضوع. هل الكوزكي راح تستثمر؟ اذا بتستثمر بطريقه قانونيه ما عندنا مشكله ان تكون دوله مصدره للسلاح بطريقه قانونيه وتبيع على الدول وتساعد الدول الأخرى تجارة أسلحة نوبرال، بس في السوق السوداء هو اللي مشكلة. وأيضا عدم امتهان الشعب، يعني أنت شايف كايدو ووريتشي كيف ممتهنين اللي موجودين في يعني ذل وهوان واستعباد اللي قاعد يصير في أدن حاليا من أجل تصنيع الأسلحة عشان يصنعونها بأقل الأثمان ويبيعونها بأعلى الأسعار ويربحون. إذا لا مدام كنتوا خدتوا خبرة نعطيكم أجر مكافئ لها وتشتغلون وانتم مرتاحين، ترجعون بيوتكم مش مسجونين ولا شيء، تعال اشتغل واطلع عمل عادي شريف، عمل صناعة وكذا وازدهار اقتصاد الدولة، شو اللي يمنع؟ بالعكس اشوف ان عائلة الكوزكي ممكن تصنع بطريقة قانونية وتبيع بطريقة قانونية، ومو على حكومة العالم، تبيع على الدول الثانية اللي بتكون ضد حكومة العالم تمولها عشان تصير الحرب العظمى بعدين قوية. جولدن فيتو الله
أول شيء بجاوب على جزئية الأسلحة والمصانع. هذه المصانع خلت وانو تعاني لمدة 20 سنة، فشعب وانو وأولها مومونوسكي أول واحد راح يدمرها تماما ولا يبي أي شيء يمت فيها بسله لوانو، لأنها هي دمرت وانو طول الفترة الماضية لا بطريقة سلمية ولا طريقة علمية ولا بأي طريقة ثانية، لازم يتخلصون منها تماما ويدمرون. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، فتح حدود وانو راح يأثر على السوق السوداء وعلى حكومة العالم وعلى العالم كله، لأن كل شيء قاعد يتمحور حول وانو حاليا، وهذا شيء طبيعي بعد ما تفتح حدود وانو أن كل شيء يتغير في عالم ون بيس. وأساسا أكبر دليل على هذا الشيء تصريح عودة أو المخرج ون بيس أنه بعد وانو اللي ما راح يتقبل شيء اللي يصير في وانو، ما راح يتقبل حاجات كثيرة تصير في ون بيس. فأنا أشوف وجهة نظر شخصية، السوق السوداء بتتأثر، حكومة العالم راح تتأثر، العالم كله حيتأثر وحيتغير، ويمكن تطلع حقائق كثيرة مختلفة، ممكن يكون في حاجة ممكن ترفع من الحاجات الثانية اللي تخلي الدول الثانية تفك تحالفها مع حكومة العالم تروح مع وانو أساسا. فأساسا حتى حكومة العالم مهملة وانو، ليش؟ لأنها خلي يكفون خيرهم وشرهم عنا. فمو بس السوق السوداء، كثير من الحاجات راح تتغير وحتتأثر بعد فتح حدود وانو. منطقي وقنع يا اخوي، غيرت فكرتي في الموضوع حبيبي. والله حرفيا ما يقال انا جواب رهيب. الله يسلمك. نعم. شيخ السؤال اللي بعده يعود لك يا احمد اليماني بعد الباص من اخونا الغالي عاصم القحطاني احد داعمين القناه $100. ونعم الان بما ان ميهوك هو السياف الافضل في العالم، هل تتوقعون ان اودن كان سياف اقوى قبل ميهوك ومات وهو حاملا لهذا اللقب، وميهوك اخذ اللقب من بعده بدون هزيمته؟ كان سياف قوي واسطوري، نعم، بس كان اقوى سياف؟ لا معليش، لان يوم جار اظن روجر صنب وحده وطيره ولا لا، فمستحيل يكون ان اقوى سياف وياكل له واحده من روجر ويطير. وين أقوى سياف؟ لا طبعا، فهو سياف أسطوري وعظيم وعنده تقنيات الخاصة، اي نعم، بس مو هو أقوى سياف، ما كان في لقب أقوى سياف. ميهوك أخذه بالسيف، ما في من بعد ميهوك سياف أصلا، ما خلقت السياف إلا لميهوك. ياد يخرب بيتك يا واد فيتو العيون الحب. عاد هنا وقف نسوي ستيل ولا لا؟ ترى فعليا لقب اقوى سياف، ترى يعني اودن يعني ما هو بشايفه لقب يستاهل انها العانه يعني على قولك، لان اودن اكبر من اللقب هذا. ما اشوف انا في زمن اودن كان في اقوى سياف، واذا في كان المفروض يعني وضحوا لنا ان قبل ما ياخذ ميهوك هذا اللقب هزم شخص تكلموا عنه، لقب كان موجود من زمان، لقب يعني شيء يعني يخلينا نعرف ان في واحد قبل ميهوك. انا اعتقد ان ميهوك هو يمكن الاول، ممكن احتمال كبير، او يعني اتوقع انه يكون هو الاول من استلم اللقب وتحدى الكل. لكن في ذاك الزمن انا اعتقد ان اودن هو الاقوى. يعني صح كلام احمد ان روجر ضرب اودن ضربه وداه للجبل، صح كلامك، بس هذا كلام قبل 5 سنوات من الرحله، قبل 5 سنوات. بعد 5 سنوات قال لك الكاتب اودن وصل من المراحل بالقوه، لان يعني مرحله اسطوريه، تفوق على الكل او تفوق على الجميع، رجع وانو شخص لا يقهر. يوم بدات الحرب مع كايدو قال لك الكاتب ان اودن يعني صدم اعداء وحلفاء بقوته، تفوق على يعني كايدو جايب 1000 جيش 1000 من قواته على اساس انه راح ينتصر، جلدهم كلهم فعليا اودن. فأودن وصل لمرحلة أسطورية، يعني أقدر أقول لك توب التوب. ليش أنا أقول هو الأقوى على الأقل في ذاك الزمن؟ لأنه استطاع خدش أقوى مخلوق اللي كان موجود في معركة اسمها قاد فالي، مين فيها؟ شيكي البيج مام، وكايدو نفسه، أوياجي، غار، روجر. فإذا الشخ إذا ولا واحد من هذولي قدر يخدش أو يضرب، أنا أعتقد أن يقدرون يهزمونه، بس ما حد منهم قدر يخدش او يطعن كايدو او يأثر بجسد كايدو، يعني اوكي هم قوية، لكن الان شفت الشخص اللي استطاع خدش وطعن كايدو، فباعتقادي اذا شخص قدر يخدش اقوى مخلوق او جسد اقوى مخلوق، فاشوف انه هو الاقوى على الاقل في ذاك الزمن. نعم، ماذا جاوبتي؟ اكثر جود تحسفت على توكي فيه يا عرض اعترض ولا اقول جولد انه ريحته جول
جولدن فيتو للتأييد وليس للاعتراف. خذ لايك يا شيخ غدار. أحلى تحية والله. أسطورتي يا ماجد. أسطورة يا شيخ. شانكس يا شيخ مش ذا سفينة فضائية راح. واحد صفر يا أحمد. يا 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 جماعة الخير، يا جماعة الخير، يعني هين لو افترضنا أن ميهوك أقوى سيف في العالم اصطدم مع اللحية البيضاء اللي من وجهة نظري يعتبر سياف وطير اللحية البيضاء بضربة من الرمح، بجي أقول والله ميهوك مش أقوى سيف في العالم عشان اللحية البيضاء طيرة؟ هذا أقوى رجل في العالم طبيعي، وروجر ذاك الوقت كان أقوى. بعدين ترى هي ضربة منهزم، هي ضربة واحدة، وزي ما قال دحوم قبل شوي في ذاك الوقت ما بعد حتى ما بعد أودن ينضم مع روجر وتزيد قوته ومهارته وخبرته بالسيف. هو الكلام إنه وقت اللي قص أود قص كايدو يفترض أن أخذ اللقب. كايدو انهزم 7 مرات وتم محاولة إعدامه 47 مرة، ما أدري 48 مرة. يا جماعة الخير ما على جسم اللي خدش أودن، الندبة الوحيدة التي وضعت على جسده هي من أودن. إن لم يكن هذا أعظم سياف في ذلك الزمان من يكن؟ ولا بد ما دام أن الطاقم قراصنة اللحية، عفوا طاقم روجر ذاك الوقت كان هو أقوى طاقم قراصنة، فلا بد أن أودن السياف حقه يكون أقوى سياف في العالم. انتهى الموضوع. نعم روجر سياف، نعم ريلي سياف، ولكن مش قوته بالسيف، قوته بمهارة السيف، مهارة استخدام السيف اللي شقت لك أودن كايدو شق، هي من جعلت من أودن أقوى سيف. لما يجي المستقبل كذا ويجيب لنا الكاتب إن ميهوك جرح كايدو، معنا ما بيظهر، قالوا لك الجرح الوحيد اللي عشت كايدو هذا، هنا أجي أقول والله ممكن ميهوك أقوى من أودن. لا أنا أشوف أودن هو أقوى سيف ظهر في القصة حتى الآن، وأقوى من ميهوك، وكان هو صاحب لقب أقوى سيف في العالم قبل لا يموت. والله ماجد ما في كلام بعد كلامك. نقطة نهاية. السؤال اللي بعده عندي أنا من أخونا الغالي إبراهيم العلي، بس السؤال فعليا موجه لك يا إبراهيم. هلا والله بالزين. السؤال لإبراهيم العمري يقول: الأغلب يقولون أن جارب وروجر اثنان من أقوى 5 شخصيات في القصة، طيب لو افترضنا أن قائد الروكس زيبك سقط بعد معركة 2-1، يعني جارب وروجر على الروكس لوحده، هل منطقي نقول أن هذا السيناريو يحسب بنسبة كبيرة أن زيبك هو أقوى شخصية في القصة؟ شوف على حسب فرضيتك أنت، لو كان هذا الشيء هو اللي صار صحيح وحقيقة أن جارب وروجر اثنينهم تعاون عشان يسقطون هذا الشخص، فهو الأقوى بلا أي منازع، أنه لقب أقوى رجل أو أقوى شخص في العالم مفروض أنه هو اللي يأخذ حتى قبل أن يأخذ الوايت بيرت. هذا كلام ما يختلف عليه اثنين ولا إذا. وأيضا حتى لو أن واحد منهم تقاتل مع واحد ضد واحد وأسقطه، برضو يعتبر من أقوى 5 شخصيات مفروض في القصة، لأن جارب أو روجر أيا كان اللي قاتله وقتها وهزمه ما طلع ترى سليم معافى. شفنا جارب كيف طلع مصاب لو كان روجر هو اللي جارب هو اللي قاتله، أو يمكن روجر بس برضو ما جابوا لنا روجر وقتها من اللي قاتله. فيظل زبك يعتبر من أقوى 5 شخصيات مفروض، لأن إحنا ما ندري إيش اللي صار في ذيك المعركة. قال لنا وده في معركة صارت انهزموا فيها الروكس، إيش سبب هزيمة الروكس، مين جلد مين، مين تضرب مع مين، ما ندري. بس لو كان السيناريو اللي أنت حطيته هو اللي صار حقيقة، فهذا ما يختلف على اثنين، هو الأقوى بيكون في ون بيس على مر العصور. يعني أتوقع التلوف يمكن ما يقدر يوصل له. بس أحمد اليماني راح أسوي مشاعر جيرات. الله عليك يا ماجد. طيب هو أنا ودي أعترض على الفرضية، لكن بجاوب على فرضيتك أول بعدين بعترض عليها. لو فعليا تحالفوا الاثنين عليه، طبعا هذاك حيكون هو أقوى شخصية ظهرت إلى الآن. لكن اللي أنا شفته ان في فلاش باك ايس انه قال انه ما يحرق وانه يقاتل دائما رجل لرجل، وهذا ابن روجر، وقارب قال ان هذا يشبه روجر، ترى روجر عمره ما اعطاه ظهره، كان دائما يقول اذا انا اعطيته ظهري احس انه في احد راح يموت بسبب حروبي هذا. فشخصيه مثل روجر اكاد اجزم انه ما يقاتل الا رجل لرجل، يعني هو ممكن يخش في جيش ايوه، بس انت تخش معايا لا. وغير كذا يعني اللي مو منطق، طيب اوكي جارب وروجر افترض انهم قادر زبك، مين قاتل وايت بيرد وكايدو وبيج مام وقدر عليهم؟ ما هو منطق هذا، كل اللي باقين ينجلدون، فلازم ان روجر وجارب هم اللي يقدرون مثلا زبك والوايت بيرد اللي هم اقوى اثنين. اوكي والبقيه يتوزعون هناك من بحريه من قراصنه من هذا اوكي، لكن الاثنين على واحد ما ضدها تماما، كل واحد مع واحد.
السؤال اللي بعده من عبد العزيز الكدري، والسؤال موجه لمعاذ، واذا مش موجود لماجد. انا موجود بس السؤال توجهت لمعاذ اولا، وانا كنت بسوي له مباس لمعاذ بس خلاص. يلا. كما نعلم ان الاسماء في اللغه اليابانيه تكتب اسم العائله اولا ثم الاسم لشخصي، اسم الشخص نفسه، اسم الشخص، لكن اللحيه البيضاء كان قرصان مقتبس من قرصان انجليزي اسمه ادوارد ثاتش كما تعلمون، فيكون اسم الوايت بيرد الشخصي هو ادوارد وليس نيو جيت، اسم الشخصي اسم عائلته. اذا كان ادوارد هو اسم العائله اسمه الشخصي فعلا، فهذا دليل ان ويفل كاذب، حيث انه بغبائه استعمل اسم الوايت بيرد الشخصي بدلا من استخدام اسم عائلته. بكل اختصار استند على الادله هذه فقط، هل يعتبر ادوارد ويفل اسم كاذب ام صادق؟ طيب اول شيء انا برد على النقطه الاولى حقتك او الفرضيه حقتك، وده ما ياخذ بالاساطير بشكل حرفي، مو اذا كان اسمه كامل زي كذا معناته ان هذا الاسم الاول وهذا الاسم الثاني. وبالنسبه لرد سؤالك الثاني اللي هو هل تعتقد ام لا، انا ما اتمنى. ما في شيء ينفي، ما في شيء يثبت، انا ما اتمنى. باس لك يا دحوم. طيب السؤال اللي بعده والسؤال الاخير في هذه الحلقه لي انا من اخونا الغالي والداعم الرهيب مهنا العتيبي، ويقول كلنا شفنا تيتش وهو صغير والشبه الكبير مع اسب من ناحيه الشعر والاعين والرموش والفم، هل من الممكن ان اسبه هو من الدي ايضا، خصوصا من عائله المارشال؟ مع العلم الكاتب قال اسب وتيتش لو في عالمنا بيكونوا من افريقيا، انا اتوقع 80% انه من مارشال. انا ايد على هذه النظريه مهن، انا اقول كلامك صح، و ازيد على ذلك صفه الجبن اللي مشتركه بين الاثنين، كلاهما جبنان ويهربون من المعركه وما الى ذلك. ف نعم نعم انا اشوف نظريتك ممتازه جدا وكل شيء جميل له. سبن سبن من الدي هو يقول 80%، فيعني ما يمنع يعني بدي اودا وصنفات يسويها. جولدن بيتو لاخر سؤاله، يلا يا اخر سؤال. طيب الجواب بكل بساطه اعكس 80% يكون لا و20% يكون ممكن، مو اكيد ممكن، لانه صراحه شخصيه سب لا تلائم عائله الدي. شخصيات الدي اللي ظهرت كلها لها هيبة، لها حضور، لها يعني مكان. حتى تيتش رغم انه يعني زي ما انت قلت فيه نوع من الجبن والخوف، لكن يظل له كلمات رنانة، يظل له مواقف، يظل له قوي بعد حصوله على مواقع شباب، يظل هو اللي شمخ شانس يعني يظل. فيعني أسب ما شفته علم على أحد، ما شفته غير يشرط، غير يكذب، غير يعني يعني ما في شيء يرمز لتيتش في أسب. يعني انت جبت الشعر، طب اغلب شخصيات ون بيس شعر اسود ومكدش عادي يعني، ممكن شيء عدد لك شخصيات كثيره ايوه نفس الشعر كلهم من مارشال، مستحيل. لا اوكي لا تحطه بالمقارنه لو سمحت، لانه هذا ليفل ثاني. فانا معاك انه 20% ترى ممكن هو ده يقول لنا انه كل طاقم لوفي من الدي، ممكن يعني كذا حر يحط اساميهم، حتى تشوبا اللي يسميه غزال دي رن ما في مشكله. ف يخرب بيتك يقدر يسويها، لانه ما طلع اسماء كامله للطاقم حيوانهم الاليف، حيوان دي حيوان الدي. فللاسف يعني يظل في احتماليه، لكن انا افضل والاغلبيه لا، لكن لانه شانكس جاء ضم ياسوب لوفي يوم جلس في المقهى، كان ابو ياسوب كان دائما يحكي عن أسوب، يقول له انه أسوب ماهر في القناصه وكذا وهذا. حتى قال له لوفي ترى زعجتني بولدك، قال له ولدي لو انه عايش الى الان ترى هو في عمره. فعشان كذا لوفي محب يكون طاقم، قلد شانكس وراح اخذ ولد ياسوب اللي هو صاحب شانكس، فولده بيصير صاحب. فراح قال انا جيت ادور على قرصان اسمه أسب. كذا كنا وصلنا لنهايه هذه الحلقه، اتمنى انها نالت على رضاكم واعجابكم، واستحسانكم في الختام قولوا معاي معاذ. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسى الاشتراك في القناه واللايك والشير، ونشوفكم على خير على خير.
شوي.